أهلا وسهلا ومرحبا بمشاهدين على قناة التاسعة في برنامج تاسعة سبور. نعتذر على هذا الخطأ أو هذا خلينا نقول الخطأ الفني التقني صح التعبير على مستوى الصوت. أكيد نرحب بالحضور شفتوهم، لكن خلي الترحيب يكون صوتا وصورة هذه المرة. أيمن عبد النور اللاعب الدولي، أهلا وسهلا بكم، مرحبا نورتنا. مرحبا بك عادل، مرحبا بسادة الحضور، مرحبا بسادة المشاهدين، ان شاء الله عندي حصه به ان شاء الله. ايضا منتصر الوحيشي، اهلا وسهلا بك، مرحبا. مرحبا بك عادل، مرحبا بك. ناصر بدري، مرحبا ناصر. اهلا بك عادل، مرحبا بك ومرحبا بالحضور، مرحبا بالساده المشاهدين. بس ديما طالح سمير سليمي، مرحبا بك. مرحبا بك عادل بالحضور بالساده المشاهدين. جنرال عمار، اهلا وسهلا. مرحبا عادل بالحضور وبالساده المشاهدين. سيف، مرحبا بك سيف، مرحبا. صح البرونزاج كلنا عاد برونزير كل. لا لا مش برونزير، لا برونزير انت في اكسبسيون دي. مرحبا بالمشاهدين الكل وبالحضور الكل. اذا كما قلت باش تكون حلقه متنوعه فيها العديد من الفقرات الجديده تتماشى مع طبيعه شهر الصيف، في متابعه ايضا للبطولة التونسية، للأحداث الدولية والعربية والإفريقية وعديد المواضيع ستكتشفونها في حلقة نتمنى دائما أن تنال إعجابكم. نحب نرحب ترحيب خاص بأكاديمية زروق لكرة القدم اللي حاضرين معنا اليوم، وستحدث بعد قليل عن هذه الأكاديمية ودور أكاديميات في هذه الفترة لتكوين الشبان، خاصة إقبال كبير من الأولياء في هذه الأكاديمية. تكون يا سيف علي. بيست اوف، ابرز لقطات حلقه الاسبوع الفارط. غيبتك اشراف الاجواء هذه. حضرت عاد انا في اجواء كوب دافريكا. اي حضرت. اي باهي، مرحبا بك في كل وقت. عايشك نعم. ما حوجنا بريباراتي سبونتال توا في البلاد. ها؟ مش في الرياضه كهو. لا كل... مش في الرياضه كهو. قالوا لي ماذا بينا يحلوا لك مكتب في مجلس النواب غادي كبير. لا 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 لا. محتاجين برشا. نعم. تذكر تشيك من غير ما تكوش. وحق. نعملوا كيما فرنسا نوقفوا البطوله وكهو ما نجموش. ما نجموش في تونس. ما نجموش. دونك البطوله التونسيه يلزمها ترجع. السؤال الثاني وقتاش ترجع البطولة التونسية؟ فما اقتراح في جوان، وزارة الصحة رفضت، الحكومة رفضت، الاقتراح الثاني هو في الشهر هذا شهر أوت، دونك البطولة لازمها ترجع، صحيح أنه فما سخانة، صحيح أنه العباد فايدة من الكورة وفايدة من الاستادات وتحب تفرهد وتحب كذا، لكن بالتوازي مع هذا كل واحد يحب فريقه لازم راهو باش يتبعوا، يشوف النتيجة نتاعه، يتفرج في التلفزيون ويشوف كذا، لكن الأهم من هذا كله أن البطولة التونسية لابد أنها توفى ونشوفوا شكون بطل ونشوفوا شكون باش يتيح وشكون باش يطلع ونمشيوا للموسم القادم. انعكاسات السلبية وحتى الإيجابية في بعض المظاهر والأماكن كما قلت أنه العمل عن بعد كشفت أيضا المشاكل على مستوى الانفراستركتور، معناها على مستوى البنية التحتية في الملاعب التونسية، خاصة أنه كان فما إضاءة وتلعب 9 تاع الليل كان ممكن نحلوا المشكل. اليوم ما عندكش تقييم ملعب ولا اثنين على اقصى تقدير اللي عندهم اضاءه وتتوفر فيهم نسبيا شروط احتضار مباريات تاع رابطه المحترفين. رجوع البطوله في الوقت هذا هو الوقت العادي نتاع رجوع البطوله التونسيه، معنا يعني في اوت تبدا يبدا الدوري التونسي في النصف الثاني تاع اوت، يعني ملي في النصف الثاني تاع اوت مش في بدايته، لانه وقت الفرق نتاعنا باش تشارك في الشامبيونز ليغ لابد نعطيهم 3-4 مباريات باش يدخلوا الشامبيونز ليغ جاهزين. دونك جات بالزهر بالكانيكول، الكانيكول راهي موجود. انا نذكر في 2002 مع نجم الرياضي الساحلي في ملعب المرسى ولي ديكلاراسيون ما بيدهم سي كريمينال، الاسبوار يعرف ماضي ساعتين، واحنا لعبنا الاربعه في كانيكول تشابل هذه، الملاعبيه نتاع الاولاد الاسبوار يدخلوا الفستير يعني في الدوش البارد بصباط وبشورتي ما تهرب، قلت سي كريمينال لعب ولاد الناس في طقس كيف هذا. دونك ننساو، لكن راهو هذا هو وقت البطوله تصير، وقتها كنا الناديو بالاناره، اليوم ما عادش اناره برك. اللاعبيه بعد ساعات تحسهم عندهم بوازيت، يلزموا يفهم كانوا ملاعب باش ينجم يوصل لمستوى معين، يلزم حياته الخاصه في داره راهي زاده تتماشى مع قرايته، خاطر الاتليت ولا ملاعب باش يوصل لمستوى معين يلزموا يفهم راهي مش حاجه سهله، مش حاجه فما تضحيات كبيره يلزمها تصير، ويلزم نعلموها صغيراتنا من الصغر. الجانب الاخر من الحياه جانب ياسر مهم للشباب اللي يتبعوا في الكوارجيه واللي يبداوا فان بالحق بالكوارجيه، على خاطر راهم لي فوتبولور ولي سبورتيف اون جينيرال الوليدات الصغيرات يبداو بالحق فان، يبداو معناتها يحبوهم، يحبوا يحلموا باش يكونوا كيفهم ويحلموا باش يوريهم كيفهم. دونك اذا كان الحاجه الباهيه في الفيديو هذايا اللي توري اللي توري دابور الحياه الشخصيه نتاع الملاعب، توري لي فالور، معناتها هو عدا القيم نتاع العائله، عدا القيم نتاع الاصحاب، عدا لامبورتونس نتاع
دور دور وقد ما تكبر في الاخر معناتها ترجع لبلادك وترجع للجذور نتاعك. تعطيك ستاتستيك بوكو بلو كلير لو نومبر دو بليسور على كل 1000 دقيقه اللي غاسيب 6 بليسور 4 بليسور على كل 1000 دقيقه افيك 2 ماتش بار سيمين اللي يغا 24 بليسور ملتيبلي بار 6 كنت نحكي بليسير مش فورسيمون مسكولير ميم ان انتورس ميم انا لوكساسيون دو ليبول ان تو جون دو بليسير اليوم اليوم يا خويا بحذاك بحذاك ولادك على اليمين وعلى اليسار تحب عمليه استعراض قوه كذلك تفضل عطيني فيفير عطيني فيفير هاي بي باس وتم بعدنا عادي برا برا خويا برا عسلو على ليفربول مش نحكي على ليفربول خاطر فريمون عنده توا عامين ثلاث سنين معناها قاعد يخدم في خدمه كبيره ملاعبيه كبار محمد صلاح ماني فيرمينو ديفونس معناها تبارك الله معناها اقل كيب قبل التهداف معناها قاعده خدمه كبيره برشا قاعد يخدم فيها الممر نتاع ليفربول الوحيده اللي السنه اللي اقنعت في مبارياتها الكل معناها ونعطيك توا الباس اللي كنت زياد نتصرف حاجة باهية فيك ولا تأبرتني في البلاتو وحدك أيمن مرحبا بيك نورتنا وإحنا تابعنا مسيرتك الموفقة معناها في عديد المحطات لعبت على مستوى كبير اليوم السؤال مطروح ومشي حط رحال أيمن والله كيما نهيت التجربة متاعي في تركيا في قبل الكونفينمو بشوي لخاطر صاروا مشاكل خاصة كملت شامبيونا بون في فيبري كملت اني بعد هما في مارس جي ريزيلي لو كونترا قعدت في الدار كيما الناس كل كيما في العام الكل بالكورونا وكل شيء روحت في 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 اول جويلية لتونس باش نعمل فاكونس نتاعي وتوا قاعدين نحكي مع ديزيكيب باش ان شاء الله نعملوا بريباراسيون مع ليكيب الجايه باش نعملوا سيزون قاعد بنتون قاعد تحضر قاعد تحضر اللي يقدر كل يوم قاعد مواظب قاعد لاهي بروحي و... وان شاء الله كي نقولوا لي فيه الخير ربي يسهل فيه من بعد ان شاء الله على كل حال نعرفك تختار الفريق اللي قادر انك تلقى فيه راحتك سيرتو النفسيه باش تنجم تعطي اكثر ما عندك في ان شاء الله دوريات ان شاء الله هذاك الاوبجيكتيف باش نشوفوا جمعيه محترمه ونكملوا المسيره وان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله الجاي خير ايمن اكيد سنعود الحديث باتناب عن الاحتراف وعديد مواضيع اخرى لكن خلينا نتوقفوا مع ابرز اخبار نيوز 90 ثانيه مع اي جبعي احمد عباس وعديد الاخبار المتفرقه والمتنوعه رغم لعب زوز جولات منذ عودة البطولة في الفترة هذه إلا أن ردود الأفعال ما زالت متباينة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة ملعب الكل مش حاضر تقريبا سخانة الظروف الاقتصادية متاع النوادي كلها في أزمات الحقيقة نعرف اللي لو كان جاء بيدنا كنا خيره أنه ربما نأجله البطولة ولا على الأقل يعني توفى البطولة كما وفات حارة الطقس تحول دون معناها المأمول ودون المشاهدة من خلال معناها طبق فرجوي وكرة قدم اللي عرفناها في تونس تعرض اللاعب الدولي يوسف المساكني لإصابة مع فريق الدحيل القطري خلال الحصة التدريبية نهار السبت في إطار الاستعداد لمواجهة نادي السد وكشفت الفحوصات أن الإصابة تتمثل في تمزق في أربطة الكاحل وتستوجب راحة لمدة شهر تحصل الدكتور كريم الشماري التونسي المختص في الإعداد البدني على المركز الثالث عالمياً في الطب وعلوم كرة القدم قاد المدرب التونسي محمد المستيري نادي مقاديشو سيتي للتتويج بالدوري الصومالي لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه أعلن ديدي دروكبا قائد منتخب الكوتيفوار سابقاً عن تقديم ترشحه رسمياً لمنصب رئيس اتحاد كرة القدم في بلاده وتعهد دروكبا بتحقيق نهضة في لعبة كرة القدم الأكثر شعبية في ساحل العاج هي بالفعل عديد من الأخبار المتنوعة والمتفرقة لكن الخبر اللي شد انتباهنا هو كريم الشماري التونسي اللي يتألق وتحصل على المرتبة الثالثة عالميا في طب وعلوم كرة القدم على ذاك مكالمة هاتفية مباشرة من الدوحة مع الدكتور كريم الشماري أهلا وسهلا بك دكتور ما نعرفش كان دكتور يسمع فيه ولا لا باهي الأمور التقنية على مستوى الصوت ليست على ما يرام
تتويج جديد تونسي المرة هذه ناصر بدوي لكفاءة تونسية المرة هذا في مدينة تب الرياضي. مش غريب على تونس، احنا تعرف التونس راهو عادل، تشوف البلدان العربية ولا حتى الأوروبية اليوم قاعدين التونس باهي. دكتور كريم سمحني استسمحك ناصر بدوي. دكتور كريم الشماري أهلا وسهلا بكم، مرحبا أنت على المباشر. دكتور بالله ثبتوا بعد معاه وبعد نرجع وقت اللي تكون الأمور خمسة على خمسة، هذه طبيعة وظروف المباشر. ناصر تفضل. كما قلت معناتها الإدارات التونسية معناتها الكفاءات كل مرة نأكدوا اللي عندنا كفاءات ممتازة اللي قادرة تعمل الفارق في كل وقت. كريم الشماري أخي وقت اللي خدم حتى في تونس كانت معناتها من تعدى على النادي الإفريقي وفي الملعب التونسي معناتها المدرب الناجح اللي عنده إمكانية كبيرة قاعد يأكد فيها كل مرة، خاصة أنه يتحصل المرتبة الثالثة عالمين مش حاجة عادية. منتصر تتويج هام وجديد، يعني وقت اللي نحكيه على تألق لاعب وتألق مدرب حاجة خارقة العادة، لكن إطار تبي على مستوى الثالث عالميا أعتقد لابد أن توقف عندها. والله شو هي مش حاجة جديدة، معناها نعرفه كريم الشماري وخدمنا مع بعضنا في النادي الإفريقي معناها في ليزاني 2000، لكن الناس تعرف كريم الشماري بريباراتور فيزيك في النادي الإفريقي، من كريم الشماري راهو في الروشيرش معناها سوميتي معناها يعمل دي بوبليكاسيون من ويعمل دي ريشيرش مع ناس معروفين كو سوسوا في لي تيست فيزيك كو سوسوا في الار بي او بارابور للكونترول دو لا شارج دونترينمون. كريم في سور لو بلان سيانتيفيك ريشيرش معناها حاجه مش من اليوم، من قبل معناها دوبي اون ديزان داني وقبل ما يمشي لقطر ومن اللي كان في تونس معناها لي بوبليكاسيون تاعو الناس الكل يعرفوهم ولي شيرشور ولي سيانتيفيك يعرفوا كريم الشماري شنو في الدومين دو لا بريباراسيون فيزيك. في انتظار انه تكون المكالمه الهاتفيه جاهزه نتوقف عند تتويج الاتحاد المنستيري لكره السله بالبطوله بعد موسم استثنائي مع تحيه اكبر وتشجيع لفريق النجم الراسي مالك ساسي حسن البخلوتي وحمدي تراد في هذا التقرير. سيري نتاع ما عرفش قداش الماتش ما ينسل دو فيت عام كامل ظهر لي ورينا اون ديفلوبي ان بون باسكيت. نهدي الانتصار لحبايب الاتحاد المنستيري وبرشا فيهم معلقين برا المستير اللي متفاعلين في دراباواتهم في ديارهم وفي براكين ديارهم، البعض في واشنطن البعض في سياتل البعض في الخليج، دونك لهنا نهدي لكم الانتصار هذا ولاد البلاد الحمد لله. تتويج ثاني على التوالي هو نتيجة عمل إطار فني وملاعبية وعمل هيئة مديرة كذلك، اللي رغم نقص الإمكانيات المادية إلا أنها قامت بعديد الانتدابات في المواسم الأخرى لاستعادة أمجاد السلف المسير محليا وطرق باب المشاركات الإقليمية والقارية. الجي اللي عندنا معناها كيش يقول حد جيد، معناها كان عندنا احنا 5 مليار 6 مليار تحط في الفوتبول نهزوا معناها. مي الحمد لله أنا ساتيسفي الحقيقة بالبيدجي اللي قاعدين نصرفوا فيه على جمعيتنا، ساتيسفي بالجو الكبير اللي في الجمعية. الباسكيت كيف كيف كان البلانينج نتاع الخدمه ذي والتتويج ذي تقريبا مده 6 سنوات التالي، من ذلك تغيير اللاعبين وتحضير باش تقريب فريق النخبه لليوم في الاتحاد المنستيري. انا يعني كيب معناها تري سوليد حابين نلعبوا بها معناها سي البلان افريكان، مي الظروف نتاع البلاد ونتاع العالم الكل اللي صارت خلت معناها ان البال توخر في نوفمبر في ديسمبر.
ملحوقه ان شاء الله معنا في نوفمبر في ديسمبر هنا تام معنا البيت اللي احنا بنين عليه الكيب هذيا. مازال عنا كوب جمعه جايه نحضروا الماتش نتاعنا نرتاحوا نريضوا نحضروا الماتش نتاعنا وان شاء الله دوبليسنا ان شاء الله. ألف مبروك مرة أخرى الاتحاد المسيري طبعا لكرة السلة على هذا التتويج. سيف الله المحجوبي من السير يعني تقاليد كبيرة في رياضة كرة السلة وتتويج مستحق هذا الموسم. تشوف المجموعة الموجودة تو في الاتحاد المونستيري وأنا من متابعين معناها الباسكيت في تونس ظهر لي كي تشوف رضوان سليمان معناها لاعب خبرة كبير لاعب جي اس كا لاعب في نجم الرياضي الساحلي تشوف معناها المجموعة الموجودة في الاتحاد المونستيري ما تنجم كان تهز كان ألقاب. عمار مغروم بالباسكيت كمان والله مغروم سورتو في المده الاولى نتاع خلينا نقول ما نعرفش الكرياسيون نتاع الباسكيت في المستير ولا لما اليبوك نتاع يعني سياسه الاتحاد المستيري بازي معنا على ريكروتمون نتذكر لابيل ايبوك نتاع عادل الصغير لما جاء من الزهره سبور اتسيتيرا وبا مال دو جوار عملت بهم يعني جمعيه خارقه للعاده بسياسه معينه لانه انا كنت اتبع في المستير ونتبع في وقت اخر يعني جي اس كا GSK c'est la formation c'est معناها une politique de formation les écoles primaires الى اخره وسط لي تيتر والاتحاد هذا المونستيري السياسه نتاعها لي ريكروتمون منعرفش لو بلان دو لا فورماسيون وين وصلوا وبدات مع سي علي البنزرتي وصل الى النتائج هذه الممتازه. على كل حال كما قلت مبروك الاتحاد وحظ اوفر للنجم الراسي اللي عنده فريق ممتاز وقدم مواسم متميزه في الفتره الاخيره. في لبنان صار انفجار الناس الكل تفاعلت معاه في كل أصقاع العالم انفجار خلف العديد من الضحايا والعديد طبعا أو نقول مئات المصابين. نجوم وأندية كرة قدم العالمية ضامنوا مع ضحايا انفجار بيروت تقرير أي جماعي وحمدي ترات. أثر حادثة الانفجار الهائل بمرفأ بيروت الأسبوع الماضي واللي خلف إلى حد الآن أكثر من 130 قتيل وأكثر من 5000 جريح والبحث مازال جاري تحت الأنقاض. عديد من نجوم عالم كرة القدم قدموا تضامنهم مع ضحايا الانفجار. حتى الأندية العالمية تعاطفت مع الحادث الأليم من خلال تدوينات على صفحاتها الرسمية. مرة أخرى تثبت الرياضة وخاصة كرة القدم أنه عندها أبعاد إنسانية تعطي من خلالها دروس في الحياة. حادثة مؤلمة هزت بيروت هزت العالم العربي هزت المجتمع الدولي. حادثة ضمنوا معها أكيد الرياضيين في تونس وحتى خارج تونس. سمير في أزمات كما هكا الناس الكل حتى بالكلمة الطيبة لابد أن تكون حاضر بطبيعة الحال بكل القطاعات ومنها القطاع الرياضي بطبيعة الحال. لبنان قدروا أنه يعيش في أزمات أو في محن من الحروب إلى الطوائف العرقية إلى مشاكل سياسية إلى الانفجارات. فالعالم كله تضامن مع لبنان وخاصة الأندية الكبيرة العالمية مارسي لعبت ماتش أميكال حتى الشعار نتاع ضربوا لبنان. الناس الكل تعاونت الناس الكل مدد كل واحد بطريقته كل واحد بطريقته فوالا كل واحد بطريقته لسوليداريتي الرياضيين تقريبا يعطيو ليكزومبل كل مرة في حكاية كيما هكاك. صحيح عادل في أزمة كيما هذه يلزم العباد الكل تتحد لأنه الشعب اللبناني يعيش في أزمة حقيقية وبالتالي الناس الكل قطاعات الكل ومنها القطاع الرياضي اللي أعرب على تضامنه مع الشعب اللبناني الشقيق. إن شاء الله سلامات للبنان وللشعب طبعا لبنان وإن شاء الله هذاك حد البئس ربي يرحم الأموات وإن شاء الله ربي يشفي المصابين إن شاء الله ما عادش تتعاود حاجات كما هكاكا. فقرة جديدة نتابعوها الآن لورجو التسلل مع فؤاد بوفتح ووليد الريحي. We'll be right back.
أهلا وسهلا بكم في فقرة أرجو، فقرة التنبير. بما أنه التنبير فن تونسي 100%، قلنا عليه شحنة زيادة ما ننبرو، والبداية باش ننبرو على رواح الناصر البدر مسيو باسبارتو، السياسة يعرف سياسيين يتعاركوا على تصويرة برقيبة وتصويرة فلان وناحية تسمي لما تيبش نقعدوا هكا يا ودي، راه مش هذه البلاد نحبوها، مش هذه البلاد تمناوها. الفن فنان. وحتى في الراديو ما يراتي شيء. انا نحب نقول حافظ قايد السبسي اليوم، راهو الباشي قايد السبسي كانت جلطت راهو منك انت. الناس اللي عملت الثوره وينهم؟ علاش ديما نهمشوهم؟ تحب تلبس دبيز البسها في الدار يا خويا، دور في الدار واحسب روحك في البحر. في البحر ممنوع بالنسبه لك؟ لا ممنوع، ملعن بيت زاد. الحاصيله خمسه وخميس عليك يا نصوره بكري تعوش. عادل بوهليلك يلقى الضحكه ما يفلتهاش. تعدد سكين به، اعطينا فاصل يا اخوي خلاص. والله ما فاصل، والله ما عطينا فاصل، كمل تفضل كمل. شكرا كمل به، خلني خلوه هلا جاي. شكرا. اما شقولكم كان واحد يتجاوزوا ولا ما يجاوبوش على السؤال اللي حاجته بيه؟ انا قلت كنتاش تتكلم وكنتاش ترد وكنتاش تتفاعل. جمهور الحصة الفارطة كان أطفال من الأكاديمية اللي درب فيهم سيفال المحشوم. سيفال عمل كل شيء باش يستعرض عضلاته كما قال عادل. بحذاك ولادك على اليمين وعلى اليسار، تحب عملية استعراض قوة ولا كذلك؟ تفضل. عطيني بفير، عطيني بفير. هاي به باس وتنبعنا عديد. برا برا خويا برا. أما الصغار ما قصروش وكانوا منضبطين 100%. ويظهر لي خدمة المحجوبي تتكلم واحد. من البلاتو متاعنا نمشيو لماتشوات البطوله اللي تعداو على القناه الوطنيه، وبالتحديد ماتش جي اس كا وليتوان. ويظل السخانه الكبيره اثرت شويه على زميلنا غسان شعبان معلق اللقاء. امامكم حمزه الربعي، اكيد اصطدم بالمصوره بالكاميرامان برهان. ان شاء الله سلامات يا خويا برهان، على كل المفيد. لا انت لاباس والكاميرا لاباس يا برهان. هذه ما ثماش، لازمها الفار وشوفوا شوف. هذه كانت فقرة أرجو، نتقابلوا إن شاء الله في الحلقة الجاية. مريق العادل. أنا كنت أتكلم وكنت أشترد وكنت أتفاعل. مريق النصر؟ لا مريق العادل. شو رأيك منتصر؟ أمان نقصة أمان. نقصة أمان. جمعة جاية. تحية فؤاد بالفتح بالله. أي يعطيه الصحة، تحية لي وتحية خاصة للمشاهدين واللي شاركوا بكثافة في المسابقة اللي نذكروا بها، مسابقة أفضل معلق من الشبان السعديين اللي بشقة الاختيار أكيد في مجموعة أولى مع عصام الشوالي، وأيضا رؤوف خريب اختاروا الأفضل والأحسن وجائزة بألف دينار وحضور في البلاتو. نشاهد الومضة ثم العود. اهلا وسهلا لاعب كرة القدم عشاق المستديرة، مرحبا بكم في هذا اللقاء المنتخب المنتخب التونسي والمنتخب السنغالي. هاي فرصة كبيرة المنتخب التونسي، ناطر والتسديدة مش ممكن، سدوا ليه الهدف الأول. هو هذا يا الدون، مش معقول. ويمشي الهوني الهوني الهوني، أوه أوه لا لا، ويمشي عادل الخنيسي الخنيسي يماركي ولي هاي الدون الدون، يعطي منافسي الأمل، استفزه بلطر فقرر أن يعاقب الجميع. بلاد 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 بلاد، طيارة إسبانية طيارة. مرحبا بكم هنا في ملعب كوميرس بانك أرينا في مدينة شتوتغارت الألمانية، قمة الدور النصف النهائي بين ألمانيا وإيطاليا. عشاق جنة كرة القدم الكاتشو الإيطالي هنا في قمة الجولة الثالثة في ديربي ميلان، ديربي قطبي ميلان، ديربي الغضب، سميه ما شئت. إذن هذه الدفعة أولى من المشاركين، مشاركة مكثفة، وأكيد في آخر الشهر سنختار الأفضل، ولما لا تتحضر الآفاق لهؤلاء حتى يدخلوا غمار التعليق من الباب الكبير. ننطلق الآن مع بطولة الرابطة المحترفة الأولى. الترجي الرياضي يتعادل في بقردان دون أهداف، مراد مجيد وأحمد عباس في هذا التقرير. ساعة
صاحب الطليعة الترجي اللي يتقدم فرق كبير على أقرب ملاحقيه انزل ضيف على اتحاد بن قردان صاحب المرتبة السابعة. مقابلة دخلها أصحاب الأرض بالتشكيلة المثالية، فيما خير معين الشعباني تدوير ليفيكتيف وأكثر من نصف الفريق تغير مقارنة بمقابلة سليمان. ورينا لأول مرة في التشكيلة الأساسية اللاعب الشاب فاروق الميموني. المقابلة انتهت بالتعادل السلبي وما ريناش فيها برشا كورة. الترجي في الشوط الأول كان الأفضل وحاول عن طريق كل من بنساحة وترى وتوفرت له بعض الفرص لافتتاح النتيجة، لكن تسرع كوليبالي وفقدان التوازن أمام يعقوبي خلاوا النتيجة على حالة. في المقابل اتحاد بن قردان حاول من خلال الهجمات المعاكسة لكن دون فاعلية. الشوط الثاني المحليين تقدموا أكثر المناطق الترجي وكان هجومه بقيادة خالد يحيى قادر أنه يعطي الأسبقية لفريقه، لكن تألق من شريفية خلى الترجي يحافظ على عذارة شباكه. أخطر فرصة للترجي كانت في أواخر اللقاء وكرة ترجع من حارس اتحاد بن قردان غايث ليفرني أمام المصراتي اللي يهز الكرة، لكن دفاع الاتحاد يفسخ هدف عن طريق جوهر بن حسن. التعادل هو الثالث للترجي في البطولة باش يبقى محافظ على سجله خالي من الهزائم في 18 لقاء. في المقابل نقطة إيجابية للاتحاد تخليه يلعب كل حظوظه للترشح لكأس الكاف. النقطة تعتبر إيجابية يعني في لي سيركونستانس تاع الماتش، يعني لي بلوسي اللي صاروا في الماتش، يعني تروا جوار تروا شانجمون، يعني جوار تروا جوار بلسي، لكن لو روندمون الروح الفولونتي خلتنا نحن ناخذوا نقطه من الترجي التونسي، لكن الحقيقه كنا نسحقوا انا على الاقل شيء ماركي بونتو جانا دي زوكازيون دو تروا فوا. في البطوله ما نهزمناش، مازلنا عندنا ليكار نتاعنا، مازلت عندنا توا ان شاء الله جمعتي اللي جاي الماراثون تاع ماتشات اللي هما زاد ماهم سهلين، ان شاء الله ربي يوفقنا ونكملوا ان شاء الله في السباق البطوله بالليكار هذا، وان شاء الله معناها نعرفوا اونجير معناها سورتو جمعتي اللي جايين. اذا مباراه اتحاد بن قردان والترجي الرياضي تنتهي على نتيجه تعادل دون اهداف. متصل وحيش، كيف شفت المقابله هذه وهل كان التعادل مستحق لكلا الفريقين، يعني ارضى زوج جمعيات ولا لا؟ والله ما كانش فما ريتم كبير، مقابلة متوسطة ما طلعتش لنيفو عالي. بالنسبة للترجي نوف شونجمون بارابور لمقابلة سليمان، معناها لا لين ديفونسيف الكل في الميليو تيران قعد رجع كوليبالي دخل فادي بنشوك كيف كيف في الهجوم رجع وترا، دونك كاين نوف شونجمون، مي كوميم مالغري نوف شونجمون ايكيب كي تشان لا روت معناها نتاع ليسبيرونس. شوف الاسامي يعقوبي شمام الربيع لاتيرال غوش مسكين يلعب في الوسط المره هذه نرقاو لاتيرال دروا، دونك ايكيب باهي. بالنسبه للترجي معناها شفتوا ماتش كامل في الجيستيون، معناها ما تحسش فما فولونتي داكسيليري باش تهز الريتم باش تحط بلوس دانتونسيتي، بوتيتر لي كونديسيون، بوتيتر الطقس، بوتيتر زاد كيف كيف زاد فارق النقاط مع الملاحقين، لا موتيفاسيون اللاعبين يلعبوا بنوع من السهوله شويه. ومن بعد فما باش تدخل في جمعه فيها ثلاثه مقابلات وفيها دو ماتش صعاب، معناها نهار الاربعاء تراجي يلعب مع نادي صفاقسي ونهار الاحد يلعب مع نجم الساحلي، دونك سيرمون فما هذا الكل. بالنسبه لاتحاد بن قردان عمل مقابله محترمه، ثاني ماتش نتاع المدرب الجديد نتاعو ما قبلش فيه اهداف بعد 0-0 في بنزرت في البصيري في ملعب صعيب. بون يا يو اشكال نتاع لي دو بليسي اللي جاو في اول المقابله اون 20 مينوت دو بليسيور مسكولير، ومن بعد شفنا دوت بليسي، مي سي ان ماتش اكيليبري ويظهر لي تعادل كان ريزولتا لوجيك بارابور الفيزيونومي والماتش اللي شفناه. شنو تجم تضيف سي فلان محجوب بالكلام اللي قاله منتصر؟ بالنسبه للترجي التونسي ظهر لي حب يروح لتونس بخاف الاضرار عاد كما قال منتصر تو، قال عنا معناها الاسبيرونس عندها دو ماتش معناها اربعه واحد معناها ماتش كاليبر كبير ليتوال وسي اس اس معناها ماتشات قمه كلاسيكو. الترجي التونسي صحيح شونجمون كان كبير في الـ في الـ في, الـ في الاكيب، معناها تسعه ملاعبيه تبدلوا سي با فاسيل، معناها باش ثم يرجع كلوتوماتيزم بعد الكونفينمون بعد التعب ومن بعد البريباراسيون فيزيك، ماكش تلقى حتى ليكيبات الكل ماكش تلقى معناها ريتم قوي، ماكش تلقى كما شفنا توا معناها بريسك معناها 90 دقيقه شفنا زوز فرص للترجي زوز فرص للبن قردان، فهمتني؟ النتيجه تعادل ظهري كان عادل، كانت نجم بن قردان
فخر اللقاء كان ترجي كان باش ينتصر زاد كيف كيف بنقردي كانت باش تنتصر اللقاء عادل نقطه للفريقين ظهر لي تفرح اكثر البنغردين خاطر بالكلاسمون نتاعها والترجي كيف كيف معنا قعد معنا بعد التعادل نتاع نادي الصفاقسي قعد اللي كان هو بيته سامحني فرابور للريتم خير من المقابله الاولى معناها نحكي على المقابلات اللي شفناهم الكل مثلا حتى مقابله شابه بار اكزومبل مستير يفيد لانتونسيتي في الماتش وفي دوك نتصور خمسه بونتو فيها تروزا اي من احسن القائمه اي بونتوات معناها نتصور بالمقابلات فوالا بالمقابلات وجمعه ذي سيون سومان تخوا ماتش نتصور الريتم باش يطلع في لي ماتش الكل هنا انا متصور... شفت الريتم نتاع الريبريز نتاع الشامبيون في تونس بعد الكورونا طبعا مي سينورما ما تفرجتش برشا لكن سينورما كان مش تلقى ديبي ديما صعيبه لانه كيما تقعد اربع شهور ما تترناش ولا تترنى وحدك مش كيما تبدا ديجا اون ريتم معناها في في كاتريم جورني ولا سانكيم جورني سينورما باش تلقى الريتم من الاول شويه بشويه مي سيغمون لا سمين بروشين بيتيت باش نلعبوا دو ماتش باش تلقى باش تلقى ريتم نشوفوا كره مخير وريتم افضل حتى على الارضيه نتاع عشب عادي نصور الترجي يلعب خير من هكا وبنقردان يقدموا كره ان فاكتور دو جو خير من من معناها من من من, من النسق اللي شفناه لانه يعني الملعب المساحه نتاعه صغيره والارضيه ماهوش متعودين عليها بالتالي حتى المجموعه اللي لعبت كانت تكون الاداء نتاعها افضل نتاع الفريقين لو كانت في عشب يعني عادي واضحة عبارة نادي الإفريقي يفوز على نجم المتلاوي هدفين مقابل هدف ملك ساسي في هذا التقرير ملعب الروتاني ووليد الريحي أهداف دقائق الأخرى والربح بأقل عدد ممكن من بونتوات هي قصة طويلة مع فريق باب جديد بارح جمهور الإفريقي استرجع ذكريات 2015 فيكتوارات دقائق الأخرى هذيك هي جماعه كبيره السنه حتى الاخر ماركيو في 90 93 95 ليسونسيال بونتو جي صبرنا حتى فيجيال بونتو ضد المتلوي احمد خليل في 90 زائد 4 يرجع الافريقي لسكه الانتصارات بعد ما كان متاخر واحد بلاش لحدود دقيقه 80 وظهرنا فورس كاركتير في الدقائق الاخرى الحمد لله ظهر لي قعدنا كيليبري سورتو كونسونتري للاخر هذا قبل ما كانتش عندنا يظهر لي نقبلوا ندخلوا بعضنا رغم الفوز قدام المتلوي قعد الفريق في المركز الخامس ب 31 نقطة على بعد 5 نقاط على الصفاقسي صاحب المركز الثاني في حين توقف رصيد نجم المتلوي عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير بطبيعتنا مونتالمون شو امبيو فراجيل كمل كان قدر الله خسرنا اليوم كانت تدخلنا في متاهات خايبة الحمد لله أنا نقول لك اللي الفيكتوار هذه اون فانشيني بقدرة الله نحن نعرف لي 3 بوان تاع اليوم يجيبوا لنا 3 بوان تاع القرون وتاع التتاوين بقدرة الله ماتش كبير قدمه نجم المتلوي كونتر الكلوب لعب من الدية انضباط تكتيكي من الملعبية وكان في عديد الفترات أفضل من الفريق الشيء اللي خليه يكمل شوطون متقدم واحد بلاش بونتو أسامة البوغاني من ضرب الجزاء نتصور بالمردود وباللونفي وبالابليكاسيون اللي شفناها سواء في المباراة الأولى وفي مباراة اليوم أنا مانيش خايف على الفريق وبيحاول الله ماشي في السكة صحيحة وباش ياخو البلاصة اللي يستحقها إن شاء الله مردود محير الزملاء صبر خليفة في ماتش البارح لجمل تكتيكية واضحة للتركيز وبرشة تساؤلات حول مردود عديد النجوم المهم 3 بوان اليوم الحمد لله يا ربي تعرف معناها رجعين المخر في البريباراسيون الحمد لله يا ربي اليوم ربي وفقنا ربحنا عرفنا كيفاش نربحوا ماتشونا ان شاء الله الجاي خير ان شاء الله جيت لهم تعذر بالفوا سيتو الملاعبين الكبار نتاعنا في العمر راهو كيما قلت لك بريباراسيون مخره ومع السخانه مع الكل ماكش باش تلقاهم ديما حاضرين المتلوي كان قريب برشا من الخروج بنقاط المباراة لو كان سجلت الفرص اللي جات الخط الأمامي ولولا صلابة الخط الخلفي الفريق باب جديد اللي مقبل كان 6 بونتو لحدود الجولة 18 قاعدين نلقاو في اليوروبير نتاعنا ديفونسيفمون اقوى جمعيه ديفونسيفمون توا نستناو كل ماتش نماركيو وان شاء الله نماركيو وان شاء الله تمشي معنا الكره كيما قلت لك ماهيش بسكاندر وماهيش باي واحد مي ستان بلوك ديفونسيف الكل ولاد يعطيهم الصحه ما يقصروش الحظ الزياده لعب دور كبير في خساره نجم المتلوي بعد المباراه البطوليه اللي عملها وكان يستحق على اقل تقدير نقطه في ماتش البارح اليوم هزيمه قاسيه وقاسيه جدا انا نقول النجم المتلوي كان قادر انه يخرج بثلاث نقاط ممكن لو خرجنا بالتعادل ممكن كانت تكون نتيجه ماهيش عادله فما بالك الهزيمه خبرة ملاعبية الافريقي خلاتهم يقلبوا الطاولة على فريق المناجم صابر خليفة يعادل من مخالفة مباشرة وخليل يضيف الثاني في الثواني الأخرى
لونتام دو ماتش ما تخنيش بالكدا يظهر لي جات بينالتي في الماتش صعبت علينا تروح شوي الحمد لله دوزيام ميتون تهبطنا كونسونتري اكثر مشينا القدام وجاوزوا زبونت والحمد لله يا ربي. مباراة حقق فيها الفريق المهم رغم المردود الغير مقنع ورغم النقائص الكبيرة الواضحة واللي على الإطار الفني تداركها في قادم الجولات. إذا كان يحب فريق باب جديد المراهن على مرتبة تخول ومشاركة قارية. آخر تصويرة اليوم هذيك مع الكلوب هذه جمعيتي وداري وكله خرجت قبل ورجعت دونك اليوم بالنسبة لسيفيريا توا اليوم آخر ماتش بالنسبة لي أنا. كما لاحظت برشا توتر في نهايه مباراه الافريقي ونجم المتوي سنعود باكثر تفاصيل لهذه المقابله لكن بعد ان نتوقف لحظات مع هذا الفاصل الاشهاري.